لو بصيت لحياة كل اللي حواليك، مين اللي تحب تبدل حياتك معاه؟ تقول خد عيشتي واخد عيشتك. صعبة صح؟ اختار شخص. انا مرضي بعيشتي جدا، اكيد الحمد لله على نعمة الرضا، بس لازم حد هتبدل مع حياتك. هتختار مين؟ يكون هو مكانك بيومي فؤاد وانت تكون مكانه. مش لازم حد معروف. ليه حاسه ان في حد في دماغك بس انت مش عايز تقول؟ لا انا ممكن اتمنى اللي حضرتك بتقوليه، بس هظلم الشخص لان حياته افضل مثلا ولا الكلام ده. مجرد لعبه يعني، ايه هتحصل؟ احتمالات، كلنا بنتكلم عادي، لعبه. الشيخ رمضان عبد المعز انا بحبه وبحترمه جدا، وراجل تقي وجميل، اتمنى ان ابقى مكانه عند ربنا. حلو بس سامحني بقى هديك حياتي يعني. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر، لعلهم يفقهون. لعلهم يفقهون، انا بحبه. شوف الاجابه. المفاجأة.